Halleluja! Halleluja! ده دين باطل. قال يسوع ما قال. يسوع قال لهم الله ده واحد واعبدوه براه. ما قال لهم غير كده. انا قدامكم ده انا ولا مسلم ولا اي حاجه، انا مسيحي. انت بتقول عيسى الله، طلع لي من الكتاب المقدس انه عيسى قال انا الله، ما بتلقاه. طيب لو فرضنا عيسى الله، كيف اليهود يقتلوا الله ويجيبوا مسامير يدقوها في يدين الله وكرعين الله، ويجيبوا شجره او شجرتين يعملوها صليب، والشجره مخلوقه يعني مصنوعه، شالت الخالق، شالت الله. بعدين انت لابس الصليب ليه؟ انت المفروض تكسر الصليب. ما الصليب ده صلبوا فيه حبيبك، يبقى انت تلبس الصليب صلبوا فيه حبيبك ولا تكسر الصليب؟ محل ما تلقى لك حرف تي تكسره طوالي. في ناس ما بيقروا انجيل، في ناس ما بيقروا انجيل. الانجيل بتقول ما قريناه، والله اتحداك واتحدى القسيس علمك الكلام ده، انه يكون قرا الانجيل والتوراة والزبور اكثر. فانا داير اشجعكم من ايه من كتاب المقدس. الكتاب المقدس بتاعك بيتكون من عهدين، العهد القديم اللي هو فيه الاسفار الموسويه الخمسه، التكوين والعدد واللاوين والخروج والتثنيه، تجمع في تخلعت. وبرضه احنا داير نسمع الانجيل. انجيل البروتستانت حقك انت الكنيسه الانجيليه ده فيه 66 صفر، اما انجيل الكاثوليك ده زايد بسبع اسفار من انجيل البروتستانت، وانجيل الارثوذكس 84 صفر. يا تو حق الله، ده سؤال اكتبه عندك وديه للقسيس، او جيب لي القسيس او وديني للقسيس، ان جاوب لك عليه انا ببقى معك. الانجيل بتاعك بيقول الكره الارضيه مربعه، عامله زي قطعه الباسط. معقول يا اخوان؟ ليس احد ياتي الي الا بالاب والابن. ده ما حق الله يا اخوان، عشان انت ما تتعب نفسك ساكت. ان عندك قسيس جاوب على سؤال واحد من التسعه، وانا عندي 90، لكن اديتك تسعه عشان الركن ما حقك براك. انا ببقى معاك، خلي الطلبه. عيسى ده نبي ورسول عليه الصلاه والسلام، لكن ما الله ولا ود الله ولا ابن زينه زي ما قالوا اليهود. هو رسول وطاهر وعفيف ومطهر ونبي ومن اولي العزم الخمسه من الرسل. المنبر السريفي انا متابع في اليوتيوب وفي الداخليه هنا. وانت انا اظن انك ان شاء الله حتمشي كويس، لانه قلت متابع شنو المنبر حق السلفيين. ونحن بنقول الكلام ده ما درنا ضحك فيك الطلبه، انت اللي بديت ما نحن. واحد اثنين، نحن درنا نقول الكلام ده عشان نخاطب عقلك قلب. اخويا ماشي خير، تسال عشان باكر وكنت ترحل، تكون عارف نهايه تقوين. انت فاكر الجنه بالتحليل، انت فاكر الجنة بالزغريد، ولا املك بمرقق يوم ولا اولاد ولا اموال. خالص المجد وكل التحايا لمنبر السلفي. في البداية اول حاجة انا اسمي جورجي سانتينو اطيان، من جنوب السودان، خريج جامعة الخرطوم. فصراحة المنبر السلفي انا متابع في اليوتيوب وفي الداخلية هنا. فانتو صراحة بتتكلموا في كلمات يومي متكرر، بتتكلم اول حاجه عن الكيزان. الكيزان لو جينا بجد الكيزان، انتوا الكيزان صنعكم ده بالصراحه كده، عشان نديكم له بالواضح. الكيزان صنعكم انتوا. وبعدين انا ما اقدر اتكلم، ما اقدر امشي كثير، دار اقول شنو. انتوا كسلفيين عندكم رساله دار توصلوا، ان مثلا دار توصلوا الرساله الاسلاميه، كويس، دار توصلوا الرساله الاسلاميه. انتوا بتجوا الجامعه هنا كل يوم وتجوا تقولوا انصار السنه، وتجوا تقولوا كيزان، وتجوا تقولوا الشيوعيين، وتجوا تقولوا حاجات كثير. وانتوا لو قدرتوا ترسلوا الرساله، رسلوا الرساله للمسيحيين. انا قدامكم ده انا ولا مسلم ولا اي حاجه، انا مسيحي. فدير اوريكم، انا بقرا القران وانا متاكد منكم هنا ذاته، منكم السلفيين، اخواننا السلفيين هنا. في ناس ما بيقروا انجيل، في ناس ما بيقروا انجيل. ليه ما بيقروا الانجيل؟ انا قريت على فكره كتاب صغير لاخونا مزدم الفقيري، ففي كلام انا كنت قريته، كلام مخيف صراحه. يعني هو بيقول شنو؟ يعني من بدل دينه فاقتلوه. سمعتوا الكلام ده؟ سمعتوا الكلام ده؟ قال لكم من بدل دينه فاقتلوه. فيا اخواننا انا كمسيحي مثلا، انا ممكن عشان اكون معكم قريب، مثلا انا داير اكون مسلم، لما يا مثلا انا الليله مسيحي، انا مسيحي، بدلت ديني بقيت مسلم، هل المسيحيين يقتلوني لانه انا بدلت ديني؟ الكلام ده بتجي، الكلام ده اشاره واضح يا اخواننا للارهاب. عشان ما نتكلم كلام كثير، السلفيين ما يجوا هنا الجامعه هنا ويجي يتكلموا يقولوا يا اخواننا الاسلام وما الاسلام وما الاسلام. فعلا انا بتفق مع السلفيين في حاجات كثيره،
فالإسلام هو دين جميل، وأنا بقرأ القرآن، ففي سورة التحريم، في سورة التحريم بالذات في الآية 12 في آية بيقول إن مريم بنت عمران التي أحسنت من فرجها فنفخنا فيها من روحنا. يعني أنا طبعا أنا ما عربي، أنا بتكلم حسب الحاجة أنا اللي بعرفه، فنفخنا فيها من روحنا. أنتوا بتعرفين فنفخنا فيها من روحنا ليه؟ ولو رجعنا في القرآن برضو بنجي نلقى اللقب بتاع عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم هو من الخاب بتاعه روح الله وكلمة الله، كويس؟ فالسلفيين فكرهم جميل ومنبر بتاعهم جميل، بيوقعوا الطلبة، وأنا ما أعرف هل ديل كلهم هل هم طلاب جامعات الخرطوم؟ أواصل، هل هم كلهم طلاب جامعة الخرطوم؟ ولا هم جايين من برا؟ ولا هم شنو؟ أنا ما أعرف. الأسبوع الفات أخونا هوتا كان الدير يشيل فرصة فأحرجوه إحراج كده عجيب، يعني هو مع إنه هو طالب جامعة الخرطوم، جامعة الخرطوم ده كلنا إحنا بنعرف، أنت ممكن تقعد جامعة الخرطوم ده 10 سنة 6 سنة 7 سنة عادي، يعني معروفة الجامعة، ما تقول أنت دور شاطر ولا أنت دور شنو، عادي بتربي زيك زي دول، ما حتى حد ربي. هو تدير يشيل فرصة أحرجوه، قال له يا أخي أنت قاعد مفترض من 2009 وكلامات ما مني أنا. فصراحة يا السلفيين أنتوا الصناعة بتاعت الحركة الإسلامية اللي هو المؤتمر الوطني، عجيب عليكم بالواضح كده. وأنا ما مؤتمر طلاب مستقلين ولا شيوعي ولا أي حاجة، أنا بتمنى للسودان أول حاجة، أنا كجنوبي من جنوب السودان اتأثرت شديد بانفصال السودان لسياسات كثيرة، السياسات الإسلامية مشت في البلد، حتى السودان انفصل، انقسم الجزء الجنوبي والجزء الشمالي، فده من كل من السياسات الإسلامية والسياسات عدم التوحيد. فمن المنبر ده انا خشيت دير اديكم كلام واحد، احنا كسودانيين، انا ما بقول انا جنوبي ولا انتم سودانيين، احنا كلنا كسودانيين، احنا دارين نتوحد يا اخواننا، اصل البلد خرب، شلتوا كيزان برا، فعلا التغيير ده بتكون قايد، انت شلتوا كيزان برا وفي النهايه انت بتقولوا الكيزان ديل ما كويسين والكيزان ديل كده كده، وطلول الحاكم ما كويس، انت بتقولوا طلول الحاكم ما كويس وبتقولوا الكيزان ما كويسين، واصل حاليا كيزان مشوا تاني، بتكلم عنهم ليه؟ بتتكلم عن لأن الكيزان ليه يا أخوانا؟ ليه بتتكلم عن الكيزان؟ أنت ما تتكلم عن الكيزان، أنتوا تتكلموا دارين تغيير جديد يا أخوانا، إحنا دارين كيف نبني السودان، نبني السودان إحنا كسودانيين كلنا يجمعنا. وفي السودان هنا فعلا في ناس يعني بيستخدموا الدين لأغراضهم الشخصية، أنا ما بقول في المسلمين برضو، في المسيحيين برضو، في المسيحيين في ناس بيستخدموا الدين لأغراض شخصية ولأمور ولأهدافهم بيعرفوه، وفي مبشرين ممكن يجوا من برا وهم بيجوا بيلبسوا أنا ما أقدر أتكلم عنه كثير، أنتم ممكن بتكونوا عارفيننا، فهم بيجوا كالذئاب الخاطفة. فأنا دار أشجعكم من آية من كتاب المقدس بيقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون الأحرار. هللويا هللويا فمن هنا انا عايز اقول شنو، احنا كسودانيين انا بتمنى من السودانيين الموجودين، انا متاكد في سودانيين شماليين موجودين في جامعه الخرطوم مسيحيين، من حقكم برضو تعملوا من مربطاكم هنا تجي تتكلموا عن الكتاب المقدس عشان يكون في سواسي، يعني ما ممكن الليلة مثلا السلفيين يوم يجون هنا يكلمونا مثلا عن القرآن ويكلمونا عن الرسول، ما كعب حاجات حلوة، وبرضو الحين دايرين نسمع عن الإنجيل، دايرين نسمع عن المسيح عمل شنو، المسيح هل هو كان خائد زي الخادة ديل، المسيح كان هو خائد متضع كان بيغسل كورين التلاميذ، المسيح ما بيكون قاعد في الكراسي زي ديل، شايفينهم المسيح ما هو زي الناس ديل، المسيح كان بيغسل كورين التلاميذ، والمسيح كان هو قاعد متضع جدا وبقعد مع تلاميذ في شكل دائري زي ما انتوا قاعدين فيه. فانا بتمنى من منبر السلفي انتوا لو كان دايرين توصلوا الرساله بتاعكم وصلوا للمسيحيين، واحنا برضو المسيحيين لابد برضو نوصل الرساله بتاعنا للمسلمين عشان الناس تعرف ان المسيح، لانه المسيح الكتاب المقدس بيقول انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الي الا بالاب والابن. وشاكر للمنبر السلفي. الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث ملبس، لأنه بيرجع بيقول إحنا كسودانيين ودايرين السودان يوحدنا ونتوحد فيه ويلمنا، وفي نفس الوقت بيهاجم الإسلام، قال الفصل جنوب السودان هي السياسة الإسلامية. شفت الكلام ده كيف؟ وكمان في نفس الوقت بيشكر في الإنجيل وبيدعو للديانة بتاعته، وده اللعب بتاع العلمانين يا جماعة. العلمانين أصلا يقول لك يا أخي لازم كلنا نتوحد والإسلام ما بيوحدنا وما في دين، ولكن في النهاية بيرجعوا بيشتموا الإسلام، بيرجعوا بيشتموا شنو يا جماعة؟ الإسلام. عشان كده الرجل ده شتم الإسلام وقال السياسة الإسلامية هي الفصلت شنو؟ الجنوب، حتى ما قال الكيزان، نسب انفصال الجنوب لشنو يا جماعة؟ للإسلام بتاعنا. الإسلام يا جماعة عمره ما بيؤدي إلى المشاكل السيئة والعاقبة السيئة بين الناس، بل الإسلام حسانا نحن كمسلمين، إننا ما نظلمك أنت كغير مسلم سواء كنت يهودي أو نصراني. ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، شنو يا جماعة؟ وتقسطوا إليهم. الله أمرنا أمر إنه نبرك ونقسط لك، ما نظلمك، ونبرك يعني نعاملك معاملة حسنة في كل أمور الدنيا، حتى لو كنت يهودي، حتى لو كنت نصراني، ده الدين الإسلامي أمرنا كده. أما الفصل الجنوب ده ما شغل إسلامي، ده شغل كيزاني. وفرق بين الكيزان وبين الإسلام حيث أنهما لا يلتقيان إلى يوم الدين، طالما الكوز كوز ما تاب، والإسلام هو الإسلام الذي نزل من ربنا سبحانه وتعالى، الاثنين دل ما بتلموا. الكيزان شغلهم ده خلاف الإسلام تماما، لكن عملوا له ستارة كتبوا فيه الإسلام، وعشان كده نحن دائما بنهاجم الكيزان هنا. فأنت ما تستغل ممارسة الكيزان السيئة عشان تطعن في شنو يا جماعة؟ في ديننا. قال من بدل دينه فاقتلوه، قال دي رسالة للإرهاب، قال قرأ في كتاب حقي، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أول حاجة، ونحن بنصدق ونؤمن به. وقبل ما أفصل لك في ليه قال كده والحاصل ده خليه بعد شوية، بنؤمن به زي ما أنت استدليت قلت المسيح وكان بعصر كرعين كده وكده، وده كذب طبعا. الإنجيل أنت بتقول، الإنجيل بتقول ما قريناه، والله يتحداك واتحدى القسيس علمك الكلام ده، إنه يكون قرأ الإنجيل والتوراة والزبور أكثر مني، فهمت؟ وهنا في الكنيسة، الكنيسة دي الكاثوليك الأرثوذكسية جنب رئاسة الحركة بتاعت المرور، شارع داك اسمه شنو قدام؟ شارع جامع مع التقاطع داك، خشيت جوا نظرت قسيس اسمه مرقس جوا، وسألته سؤال واحد بسألك ليه والآن، وما حتقدر تجاوب عليه إطلاقا، ما بتقدر تجاوب عليه. طلع لي من الكتاب المقدس إنه عيسى قال أنا الله، أنت بتقول عيسى الله، ما بتلقاه. عديت مرقس قسيس قبطي، عديته الإنجيل في يده، قال لي اتحداك مرقس مش ده كتابه، قال لي ما قدر نهائي في النهاية ما عضقنه جراه كده، عرفته؟ فقال ده دين، دي رسالة للإرهاب، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، خليها. الكفر ده أكبر جريمة تستحق القتل عندنا عند جميع المسلمين ديل، الردة يعني تستحق القتل عند جميع المسلمين، دي خليها أنت، خليها بتفهمها بعدين. لكن أنا بديك من الكتاب بتاعك، جريمة ولا كفر ذاته، ولا كفر، فيها عقوبة تحير حتى المجانين في طه بعشر،
كلهم بتحيرهم. ده نص من الانجيل جوا في العهد القديم، في العهد القديم في البنتاتيك، في الاسفار الموسويه الخمسه، تكوين وخروج ولاوين وعدد وتسنيه. قال من نظر الى امراه فان كانت عينه اليمنى هي التي تخونه فليخلعها ثم ليرمي بها. اها ده كيف ما يرهب؟ انت رايك شنو؟ ولا كفر، ده ما كفر، ده ما كفر الكبير ذاك. ده بس البعيل لمرة ان شاء الله كحلة كده بس تقلع عينك. اسألك بالله انت مين ولدوك ما عينت لمرة وانت في جامعة مختلطة؟ ليه ما قلعت عيونك الاثنين؟ ده في الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس في العهد القديم اللي هو الكتاب المقدس بتاعك، بيتكون من عهدين. العهد القديم اللي هو فيه الاسفار الموسوية الخمسة، التكوين والعدد واللاوين والخروج والتسنية، تجمع في تخلعت أو تخلعت، صحيح ولا ما صحيح؟ والخمسة أسفار دي، الخمسة أسفار دي، دي عند البروتستانت، عند البروتستانت معتمدة، لكن عند غيره ما معتمدة، بيسموها الأبوكريفا عندهم، يعني أسفار غير قانونية. قالوا دي ما نزلت على عيسى، قالوا ده محرف. عشان كده بتلقى انجيل البروتستانت، انت بروتستانتي ولا كاثوليكي؟ يا توفيوم كنيسه انجيليه، انجيليه يعني بروتستانت، انجيليه يعني بروتستانت، انا عارف. طيب البروتستانت انجيلهم، الطالب ده هو خريج يعني ما طالب الان في الجامعه، وقال ديل كلهم في الجامعه ديل زيك، انت مالا ما في الجامعه لكن جيت الركن بتاعنا، ديل برضو اجوا من برا ديل زيك جو الركن بتاعنا، يعني ما في حاجة درون. طيب انجيل البروتستانت حقك انت، الكنيسة الانجيلية اللي هي موجودة في بحر المحطة الوسطى وغيره، ده فيه 66 صفر اتحداك. اما انجيل الكاثوليك ده زايد بسبع اسفار من انجيل البروتستانت، سبع اسفار يعني كم؟ 66 وسبعة كم؟ 73. ده انجيل الكاثوليك. يا تو حق الله، يعني انت مش بتعتقد القرآن يا مسلم انه كله نزل من الله؟ ديل برضو كده انه الانجيل كله نزل. انا ما قاعد انبزك، انا بناقشك بكتابك. ما هتقدر جيب القسيس برضو ما بيقدر، عرفت؟ السبعة اسفار دي بيسموها الابوكريفا، ابوكريفا يعني قالوا اسفار غير قانونية، يعني ما نزلت من الله. يعني البروتستان الكنيسة الانجيلية الزلدة بيقولوا الكاثوليك ديل حرامية زادوا في كلام الله سبع أسفار، يعني يا مسلمين سبع أجزاء زي اللي عندكم، سبع أجزاء كاملات. الكاثوليك قالوا لا لا، البروتستانت نقصوا كلام الله بسبع أجزاء بيسموها سبع أسفار. الصح يا تو حق الله يا تو سؤال بعدين في كلامك، وطبعا كله ما حق الله. أما الأرثوذكس ديل إنجيلهم فيه 84 صفر، كبير مدغلب كبير. الثلاثة ديل وينو حق الله؟ سجل الأسئلة دي، أرجع الكنيسة، أنت مش داير الحق. وأنت أنا أظن أنك إن شاء الله حتمشي كويس، لأنه قلت متابع شنو؟ قلت متابع المنبر حق السلفيين. أكتب عليك الله دو قلم، أكتب الكلام ده وديه للقسيس، إن جاوب لك عليه أنا ببقى معك. إن جاوب لك على سؤال واحد من الأسئلة اللي بقولها لك ده أنا ببقى معك. إنجيل الكنيسة الإنجيلية البروتستانت 66 صفر، وإنجيل البعديهم ديل الكاثوليك زائد على سبعة، وإنجيل الأرثوذكس 84 صفر. يا تو حق الله، ده سؤال. سؤال ثالث، الإنجيل حقك وحق الكاثوليك والأرثوذكس جوا فيه أربعة أناجيل من ضمن الأجزاء اللي فيه، فيه إنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا. مرقس ده مكتوب في النسخة حقت الكاثوليك في المقدمة، لأن نسخة الكاثوليك تختلف من نسخة البروتستانت. كيف يعني؟ في كل بداية السفر بيكتبوا القصة أو الحكاية أو الفهم بتاع السفر الجاي ده، كاثوليك واضحين يعني. فكتبوا في مرقس ده قالوا هذا المؤلف الذي نجهل اسم أبيه وعصره ونجهل مكانه. وتخيل زول لا بيعرفوا ابوه اسمه منو، تلو بجكدي، ولا بيعرفوا قاعد وين، ولا بيعرفوا عاش في
في القرن الخمستاشر القرن الواحد ما معروف عاش بيتين. كيف يقولوا انجيل مرقس الكتب ده حق الله وهو مرقس ذاته ما معروف جنط من وين؟ اكتب السؤال ده. سؤال رقم أربعة، انت في كلامك قلت الاب وقلت الابن وقلت في آية من الانجيل انه انا هو الطريق وما حتخلصوا الا تتبعوا الاب ولا الابن الى اخره. ابو ابن ابو ابن، من هو الاب ومن هو الابن؟ الابن قالوا هو المسيح اللي هو عيسى اللي هو يسوع عندهم، والاب ده الله، يعني عيسى ابن لمنو؟ لله. طيب عيسى ابن لله، وفي نفس الوقت تلابس الصليب، بتلبسوا الصليب، وفي الكنيسه فوق في الميزنه بتاعت الكنيسه في صليب، الصليب ده شنو؟ عيسى عليه الصلاه والسلام مصلوب، يعني شنو مصلوب؟ صلبوا وقتلوا اليهود. اتخيل ود الله يقتلوا ناس اليهود، اتخيل الله الخلق الكون وهو القاهر فوق عباده وهو القوي المتين، ولده يقتل يهود ارزل خلق الله، وربنا سبحانه وتعالى شايفهم وخلاهم يقتلوا ولده الوحيد. اكتب السؤال ده عندك رقم أربعة ولا خمسة؟ خمسة. انتم بتقولوا انه هم بيقولوا عيسى ابن الله، في نفس الوقت ده ذاتهم بيقولوا لكن عيسى هو الله برضه. عشان كده انا قبل سالت قلت له اتحداك تجيب ايه من الانجيل انه عيسى قال انا شنو؟ الله. طيب لو فرضنا عيسى الله، كيف اليهود يقتلوا الله ويجيبوا مسامير يدقوها في يدين الله وكرعين الله، ويجيبوا شجره او شجرتين يعملوها صليب، والشجره مخلوقه يعني مصنوعه، شالت الخالق شالت الله، شجره شالت الله، واليهود الخلقهم الله زي ما معترفين هم ذاتهم، النصارى الخلقهم الله شالوا الله رفعوه فوق ودقوا بمسامير في يدينه وكرعينه. تخيل كلام زي ده، يبقى ياتوا الله الاقوى منه في دينه مش في ديننا، ما ده نغاش، الاقوى منه في دين النصارى الاقوى اليهود من الله، يبقى انت المفروض تعبد اليهود ما تعبد الله، لانه اليهود قتلوا الله وصلبوا الله وعلقوا الله ودقوا مسامير في الله، ده دينك ده منهجك. عشان كده ما في منهج أضل على وجه الأرض من منهج النصارى بالمناسبة. ليه؟ لأنه منهج ما بيخش العقل جوه هنا، ما بيخش، ما بيخش نهائي. بعدين سؤال رقم سبعة، متى ولوقا ومرقس ويوحنا الأربعة ناجيل دي، الأربعة ديل ما فيهم واحد قابل المسيح عشان يكتب منه الإنجيل. ده سؤال أكتبه عندك ودي للقسيس، أو جيب لي القسيس أو وديني للقسيس وديني له. شفت كيف؟ متى بنص كتبك والتفاسير حقتك زي التفسير التطبيقي ما أظنك قريته، ده أخطر تفسير عندكم زي ابن كثير عندنا. التفسير التطبيقي متى ولوقا ومرقس ويوحنا الأربعة ديل ما قابلوا المسيح، مع إنهم قالوا الأناجيل الأربعة دي، متى قال إنجيلي كتبته من كلام المسيح، لوقا قال إنجيلي كتبته من كلام المسيح، مرقس قال ويوحنا قال إنجيلي كتبته من كلام المسيح، والأربعة ما قابلوا المسيح ولا عاصروا ولا جابوا عدوه بمئة سنة ذاته. يبقى كيف؟ سؤال رقم سبعة ثمانية، عيسى ده ما واحد يسوع وهو ربنا نزل عليه الإنجيل، ده إنجيل متى وده إنجيل لوقا وده إنجيل يوحنا ومرقس، وين إنجيل عيسى؟ ما في فيك لا في العهد القديم فيه لا في العهد الجديد فيه لا في الزبور فيه. وطبعا الزبور ده لمعلومتك دي هي بيسموها عندكم في كتابكم المزامير، وهي 150 مزمور، وآخر مزمور رقم 150 والله ده أنا ده القلعة بتستحي منه، قال هللويا سبحوا الله في قدسي، سبحوا الله على عظمتي، سبحوا الله بدف ومزمار، سبحوا الله برقص وعود، سبحوا الله بتصفيق وأوتار. وهناك قال عيناك حمامتان من تحت نقابك، عيناك حمامتان وفمك حلو، سدياك كخشبتي ظبية، سدياك ده الفنانين قاعد يقولوا ده في نشيد الأنشاد، وداك في المزمور 150. عشان كده أنا بتحداك برضو رقم تسعة
في سفر اسمه حزقيال في اصحاح رقم 23 ان عندك الانجيل تحدي تعال اقرا قدام الطلبه دي القرايه ساي. اذا انت قاري الانجيل زي ما قلت بتخجل انك تقرا السفر ده حزقيال الاصحاح كم؟ 23 لانه ده كله قله ادب. حتى الكاثوليك قلت لك بيكتبوا شرح ومقدمه قبل كل سفر قالوا وهذا السفر تحديدا لا يقرأه الا القليل يعني القليل الادب بس يعني الا القليل قال لانه لا يلائمهم كثيرا. كلام الله 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 جل جلاله نزلوا عشان انت تخجل تقرأه يا زول في منيهم كمني الخيل وبابا عارفوا سووا شنو في الزنا اقرأه اقرأ من راسي ولا تقرأ من الكتاب؟ كلام فاضي يا اخي ده ما انجيل ولا عنده دين. الانجيل بتاعك بيقول الكره الارضيه مربعه عامله زي قطعه الباستا. معقول يا اخواننا؟ ده ما حق الله يا اخواننا عشان انت ما تتعب نفسك ساكت. وتاني بكرر لك ان عندك قسيس جاوب على سؤال واحد من التسعه وانا عندي 90 لكن اديتك تسعه عشان الركن ما حقك براك. من التسعه ديل من التسعه ديل انا ببقى معاك خلي الطلبه مش تقول لي والله جاوب جاوب قال شنو؟ ما هو الكلام لابد يكون كلام شنو؟ منطقي خلي علمي بس منطقي زي العقل ده يقبله. اتحداك يقنعك انت خليه يقنعنا احنا. لانه لا يمكن تقول المسيح الله وتقول المسيح قتله وتلبس الصليب بعدين انت لابس الصليب ليه؟ انت المفروض تكسر الصليب. صحيح ولا ما صحيح؟ ما الصليب ده صلبوا فيه حبيبك. يبقى انت تلبس الصليب صلبوا فيه حبيبك ولا تكسر الصليب محل ما تلقى لك حرف تي تكسره طوالي. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح؟ ايوه صحيح. فعشان تشوف الناس المتناقضين كيف كانهم فرحانين ومتشرفين بصلب منه المسيح. عشان كده قالوا ما عندهم منطق في لبس الصليب مع انه الانجيل حقك بيقول ملعون من علق صليبا من تعلق صليبا. جوا في الانجيل عادي تحلها كيف؟ جوا في الانجيل. بعدين انت قلت ديننا دين الرهاب. سفر الخروج سفر الخروج من الاسفار الخمسه الموسويه اللي هو في التوراه في العهد القديم قالوا عيسى قال عيسى ما قال عيسى ده نبي ورسول عليه الصلاة والسلام ونبجله ونوقره عليه الصلاة والسلام وكل ما نقول عيسى لازم نقول شنو عليه ده نحن بننصفه عليه الصلاة لكن ما الله ولا ود الله ولا ابن زينة زي ما قالوا اليهود هو رسول وطاهر وعفيف ومطهر ونبي ومن أولي العزم الخمسة من الرسل. لكن شوف انت قلت في سفر الخروج عن عيسى شنو؟ مش قلت دين دين ارهاب؟ انا بديك الارهاب من امه. قال ما جئت لألقي سلاما على الارض بل سيفا وجئت لافرق الابن ضد ابيه والكنة ضد حماتها. قال جيت افرق الناس كلهم تقول نحن الفصلنا الجنوب؟ انت الفصلت الجنوب معاك الكيزان ما نحن. لانه انتوا الاثنين دينكم دين ارهاب انتوا والكيزان انتوا والكيزان فده دين باطل. بعدين منو دمر افغانستان؟ النصارى بالانجيل. بوش ده شنو؟ بوش ده انصار سنه؟ بوش ده ما معاك لا بالصليب؟ منو دمر العراق؟ منو؟ النصارى ولا غيرهم؟ النصارى. منو اللي احتل فلسطين؟ اليهود. وديل يهود ونصارى ولا بتعرف غلطني؟ لأن الكتاب المقدس اللي قلت عنه مقدس هو التوراة والزبور والأناجيل الأربعة. فالتوراة يهودية والإنجيل نصراني والزبور منسوب لداود وما عنده علاقة بداود. ده غنى غنى الزبور حقكم ده المزامير ال 150 غنى تن 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 كله كده كله. فاليهود اللي احتلوا ده جزء منك لأنه أنت بتؤمن بشنو يا جماعة؟ بكتابهم المحرف فيما يسمى جملة بالكتاب المقدس الذي يشمل التوراة المحرفة والإنجيل المحرف وغيره. في مجمع نيقيا الأناجيل دي كل يوم بنجر لهم إنجيل جديد كل يوم لحد ما حصلت 105 إنجيل. ال 105 إنجيل ما فيها إنجيل واحد لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قالوا يا جماعة الشغلة دي كثرة. أنا عندي شنطة بتاعت حديد كلها أناجيل كل واحد بيختلف من الثاني. أنا ما جبتها لأنه ما قال بيحصل زي ده. خلاص؟ الشنطة دي والله والله العظيم لو جيت الأربعة جاي ذكرني لو بتجي أنا أجيبها لك. تحتار وتحير معاك الطلبة دي. في إنجيل شايلين آيات من كلام الله عاملينها نقط نقط. الإنجيل القبليو
الكلام موجود. الانجيل ده الكلام ما في وخدتوا نقط نقط ما قدروا يعملوا استيكة. الانجيل الثالث اللي بعد الاثنين ديل شالوا النقط نقط ولصقوا بينه ولصقوا بينه. يا اخواننا ده كلام. بقت 105 انجيل في مجمع نيقي عملوا اجتماع كبير للكنائس وكذا، قالوا شغله دي كترت بتخرب بعد شويه. اها كيف؟ عملوا اربع ناجي المتة ومرقس ولوقا ويوحنا. واحد فيها لعيسى ما في. فمنهجك ده منهج غير صحيح. ما عنده اي علاقه بالعقل قبل ما يكون عنده علاقه بالعقيده الصحيحه ولا الدين الصواب. ما عنده علاقه بالعقل. كله الان دي تناقضات واشياء ظلمات بعضها فوق بعض، ونحن بنقول الكلام ده ما درنا نضحك فيك الطلبه. انت اللي بديت ما نحن. واحد اثنين، نحن درنا نقول الكلام ده عشان نخاطب عقلك قلبك عشان ترجع الى الحق. واذا رجعت الى الحق، اذا رجعت الى الحق نطمنك ما في زول بيتعرض لك باذى من اهلك. عرفتها؟ اولا ربنا بيحميك، ثم نحن بنكون اخوانك والله نحميك، نحميك من اي حاجه، نحميك من اي حاجه ونساعدك في اي حاجه. لكن دينك ده دين باطل عشان ما تجي تنشره لين هنا. قال يسوع، يسوع ما قال، والله يسوع بريء من الكلام اللي انت بتقوله ده. يسوع قال لهم الله ده واحد واعبدوه براو، ما قال لهم غير كده. انتوا قلتوا يسوع ده هو الله ذاته، وفي روايه قلتوا ابن الله. سؤال رقم 11، اذا هو الله كيف يكون ابن الله؟ مش صحيح؟ طيب لو قلنا ابن زي ما قلت انت وبتقول انت برضه الله، اذا بقى ابن لله كيف يكون الله؟ ما هو انت ولدك اللي بتلديه ما واحد، والا ما كان ولدك. لو واحد ما كان بيكون في اب وفي شنو؟ ابن. ولو واحد ما كان بيكون في ابن وبيكون في شنو؟ اب. بيكونوا الاثنين لبن اي حاجه سميهم متلصقوا مع بعض. مش انا بتكلم عن عيسى عليه السلام، انا بتكلم عن الفرضيه اللي فرضتها انه ما ممكن يكون اب وابن حاجه شنو يا جماعه؟ حاجه واحده. ما ده محمد وده عبد الله وده عبد الله وده منو؟ وجادين. ما ممكن يكونوا الاثنين حاجه واحده اصلا اطلاقا، ما ممكن يكون الكلام ده. وكلام كثير، انا ما اقدر امشي بعيد في موضوع الانجيل. طيب قال عندكم انه في القران او السنه، قال ما اعرف، قال عيسى روح الله وكلمه الله. صحيح صحيح، لكن روح الله روح من الارواح التي خلقها الله. طيب ليه ربنا اضاف روح عيسى تحديدا الى نفسه؟ لان روح عيسى عظيمه عندنا كمسلمين وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وده أسلوب قرآني عربي فصيح بليغ. ربنا أضاف حاجات غير روح عيسى، أضافها لنفسه. قال تعالى ناقة الله وسقياها، فأضاف الناقة إليه سبحانه وتعالى. مش معناته الناقة دي الله ولدها، لا، لأنه لعظم وشرف ومكانة هذه الناقة العالية والعظيمة عند الله. بيت الله يعني شنو لو قلنا بيت الله؟ لأنه البيت ده شنو يا جماعة؟ عظيم، عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فعيسى لأنه عظيم عند الله عز وجل وعند المسلمين، ربنا أضاف روحه إلى نفسه. وكذلك كلمة كلمته، ربنا برضو أضاف إلى نفسه الكلمة التي خلق بها عيسى، وهي كلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكلمة هي كن. طيب ربنا ليه أضاف الكلمة إلى نفسه؟ أو النبي عليه الصلاة والسلام قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ليه أضاف إلى الله؟ لشرف هذا المخلوق عيسى عليه الصلاة والسلام. وكون عيسى مخلوق يبقى ما شنو؟ ما خالق ولا جزء من الخالق. لأن المخلوق، لأنه لو كان جزءا من الخالق لما صح أن يقال عنه مخلوق. إذ لو قيل عنه مخلوق وهو جزء من الخالق لاقتضى ذلك أن يكون الخالق فيه جزء مخلوق، وهذا محال في حق الخالق. صحيح ولا ما صحيح؟ ماذا الخالق سبحانه وتعالى ربنا لو فيه جزء، جزء من ربنا الخالق، الجزء ده مخلوق وهو تابع لربنا، معناته الخالق ده مكون من شنو؟ من جزئين. الخالق ذاته في جزء خالق وجزء شنو؟ مخلوق، وده محال في حق الخالق. كده فكر بالراحه وخلي ضحك الناس زيل. ارجع على البيت فكر في الكلام ده. ما عجبك امشي اسال القسيس، مش سجلتها؟ والله في كلام عجيب هنا اول مره اسمع، انت رايك شنو؟ ما بقدر اجاوب ليك، ما قاعد هناك ما عنده شغل ذات بالكلام ده، عنده مواضيع ثانيه. طيب ما قلت هاي. طيب
قال نحن صناعة المؤتمر الوطني. والله يا أخي الكلام ده إذا فيكم زول بيصدقوا يبقى ذاته ما في داعي نتكلم. المؤتمر الوطني ده اللي بنرش فيهم من يومهم اللي تعينوا فيهم، وقبل ما يسموه مؤتمر وطني بنرشهم. وأخوان مسلمين وجبهجية وجبهة الميثاق، وهنا كان في الخرطوم جامعة الخرطوم نازلين بقائمة وهمة كده اسمها التيار الإسلامي، غيرنا ما كان في زول بيرشهم ذاته. ومعارك دم سال بينه وبين المؤتمر الوطني، دم دم عديل في جامعة النيلين ده. انت ما حضرت المعركة ذات الرقاع في جامعة النيلين؟ معركة كانت عجيبة. كان عندنا ركن معانا شيخ أبو بكر وشيخ شهاب وظنه كده، أنا كان أظن بتكلم كذا، جو جارين ما سألناهم في كلية الآداب فكلهم طلقة. المهم الجامعة جاطت، أنا أنت لقيت الجامعة فاضية، بس يا أخوان ما أعرف مشوي جامعة فيها كم ألف طفشوا مع طلقة واحدة. فضلنا نحن والكيزان، والله ما غلطنا في حقهم، جو شايلين ملتوفات نار وده قدامنا الكيزان ما بيقدر ينكروها، ما شهود قريب كم ناس شاهدين على الكلام ده، فكوا فينا الملتوفات. الحمد لله اخواننا ثبتوا وسوقنا الكيزان، جريناهم شوي شوي مرقناهم الشارع. بعد ما مرقناهم الشارع بقينا صفين، صف هنا سلفيين وصف هناك كيزان وبينهما امجاد، شفت كيف؟ فلقنا الكيزان وفلقونا وفلقنا الامجاد. بعد شوي قلنا لهم كروا على الكيزان، كرينا كده ما ثبتوا الا باب دار الاتحاد. بعد ده قلنا لاخواننا تفرقوا بالسوق العربي لانه دار الاتحاد ده فيه بلاوي ما بنقدر عليها، في حاجات ناريه وغيره. طوالي خشينا السوق العربي وركبنا ومبسوطين، والطلبه بيصفروا بيصوروا. ثاني يوم جوا في الجرايد ده الموضوع، ما في زول ذاته دق الكيزان غيرنا احنا، لكن ما دقيناهم معتدين، دقيناهم شنو؟ مدافعين، تحت قوله تعالى في القران: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. واتقينا الله فيهم لانه ما قتلنا زول. لما انجروا هربوا طبعا ما بجوز بعد شنو نسبي منهم اسير، ولا بجوز ناخذ منهم غنيمه لكن صعود لا غيره، ولا بجوز نعمل اي حاجه. قلنا لاخواننا خلاص استوب جماعه جروا بعد ما بجوز ثاني. طوالي خشينا السوق العربي فاتقينا الله فيهم، نحسب واعلموا ان الله مع المتقين. طيب قال دارين نتوحد، نحن اللي بندعو لوحدة الناس لأنه ديننا اللي قال توحدوا المسلمين. ربنا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده ديننا قال كده. وربنا قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله قال: اللي بيفرقوا الناس ديل ما تخشوا معاهم، ليه؟ الأحزاب والأفكار الضالة. الله قال: ما تبقوا معاهم، ليه؟ لأنه بيفرقوا الناس. أما أنت كنصراني، وصحيح نقول نصراني، أو حتى لو في يهودي، نحن ربنا أمرنا نعدل لك وما نظلمك، بل ربنا أمرنا نحميك بالمناسبة. أنت ما عارف الكلام ده، ربنا أمرنا نحميك لو في عدو وأنت قايم بواجب الدولة الإسلامية حق القيام، نحن كمان واجبنا تجاهك إنه لو في عدو. أنتوا قاعدين في قرية كاملة نصارى، قول مليون واحد، مليون واحد ولابسين الصليب، ربنا أمرنا إننا نحميكم من العدو ده ونقاتل عنكم. أنت في دينك في كلام زي ده؟ ما في دينك كلام زي ده، وأنا قريته كل دينك ما في كلام زي ده، ده ديننا نحن. لكن العلمانين بيغشوك يقول لك لا الإسلام هو الذي صنع، الإسلام هو الذي صنع. لا ما صنع. وبالمناسبة العلمانيين لا راضين بالمسلم لا بالنصراني، أنت ما جايب خبر، ما هو علماني شنو؟ علماني لا ديني. انت طالما قلت يسوع قال والرب قال والابن قال وغيره، يعني في النهايه في حساباتك انت الخاطئه انت شنو؟ متدين. طالما انت متدين في حساباتك المفروض انت ذاتك تكون ضد العلمانيه، لانه كلمه علماني معناها لا ديني، لا ديني دي ما قالوا الاسلام، ما دايرين اي دين. والعلمانيه لما قامت اصلا قامت ثوره اعتراضيه على الكنيسه مش على الجامع، دي البدايه كده. بعد ذاك قصدوا الإسلام أكثر من غيره، لأنه في نظر العلمانيين شافوا الإسلام هو المهدد الأول لأنه دين الحق وبيمسح العلمانية، عرفتها؟ فده أنت المفروض حاجات دي كلها تفكر فيها. أما حديث من بدل دينه فاقتلوه، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي عقوبة للإنسان البعد ما أسلم أو كان مسلم أصلا دار يغير دينه يبقى كافر. وعندنا وعندك أنت في الإنجيل ما في جريمة أكبر من الكفر. يعني قتل النفس جريمة ولا ما جريمة؟ جريمة. عندهم برضو جريمة. شرب الخمر عندنا جريمة، ملعون اللي بيشرب الخمر والبيحملها والبتاع إلى آخره. وعندكم في الإنجيل ملعون، دي آية، ملعون من شرب خمرا،
مش قالوا كده؟ رجعوا قالوا عن عيسى عليه السلام في الإنجيل إنسان أكول وشرب خمر، مع أنه في الإنجيل البشرب الخمر شنو؟ ملعون. خلينا في أنه البشرب الخمر ملعون، دي كبائر وجرائم عندنا وعندهم. الكفر أعلى من الجرائم دي، أعلى من الجرائم. عندنا وعندكم وفي أمريكا حقتكم ذاتها إنه اللي بيقتل يا سجنوا مؤبد يا شنو يا جماعة قتلوا، وبيقتلوا أبشع أنواع القتل. عندهم قتل في أمريكا في كرسي كهربائي، وده فيه تعذيب وحرق للجسد وللدم، والزول يتعذب. خش اليوتيوب شوفوا في أمريكا النصرانية عندهم حقنة اسمها حقنة الموت، يضربوا الزول حقنة، وعندهم سرير اسمه سرير الموت، وده كله عذاب. يعني عندكم برضو قتل في جرائم أقل من الكفر، والكفر عندكم اللي هو بدلت دين النصرانية أعظم جريمة، وعندنا بدلت دين الإسلام الكفر برضو أعظم جريمة. يبقى البيقتل النفس يقتلوا، كيف البيكفر والكفر أكبر من قتل النفس؟ ما يقتلوا، ما لو ما قتلوا من قتل النفس بقت الأنفس والأرواح لعبة، كذلك لو ما قتلوا من كفر بقى الكفر شنو يا جماعة؟ لعبة، ولعبة الكفر أكبر من لعبة إزهاق الأرواح وقتل الأنفس. عشان كده قال من بدل دينه وشنو؟ ولو شاعت العقيدة دي، ما بنقول ثقافة، العقيدة دي بين الناس، والمنهج الرباني الإسلامي ده بين الناس، إنه أي زول لو غير دين الإسلام بيقتلوه، العاقل ما بيغير شنو؟ دين الإسلام. وطالما ما غير دين الإسلام وبقى مسلم حيمشي وين؟ الجنة. إذن حديث من بدل دينه فاقتلوه ما تعذيب لك بقدر ما إنه دايرك تدخل الجنة. عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليه؟ عشان تخش الجنة. يعني الموضوع ده مش إنه دايرين نعذبك إنت بس بحبا في العذاب في حد ذاته، لا، نحن دايرين نخوفك من شيء ونعاقبك إذا ارتكبت الشيء، عشان ما ترتكب الشيء اللي بيوديك النار، عشان في النهاية تدخل وين يا جماعة؟ الجنة. لكن أنا ما بستغرب إنك كونك تنكر الحديث ده، لأنه عندنا ناس بيدعوا الإسلام زي الشعبي دول اضمنوا كبار ومتابع الترابي، بينكر كلام ربنا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. دي محنة، وده اللي بيبرر كلامك القبيل. تتكلموا في كيزان، تتكلموا في صوفية، تتكلموا في علمانية، في شيوعية، بنتكلم في ديل لأنه ده داري يخربوا لنا الدين بتاعنا. فنحن شغالين نظافة، عندنا ديتول ما بيجلي أبدا، بننظف نشيل الناس البرة، وما بيقدروا على شغلنا ده أصلا، ما بيقدروا. إن خلاص كتروا وفتحت عليهم من الشياطين يقول لك آه ده المدعومين، آه زمان كان بيقولوا بتاع مباسطة، بعد شوية قالوا ده ما بعرفه شنو، ما بعرفه كلام فاضي ما عنده علاقة بالحجة ولا عنده علاقة بالنقاش المنطقي، ما عنده أي علاقة. يا أخي أنا بقول لك كتابك ده باطل، والترابي ده صفحة 89 قال كلام بيتنافى مع العقيدة ومع الدين ومع الأخلاق ومع العقول السليمة. انت ناقشني قول لي لا يتنافى مع الدين، لأنه الدين قال كده آية رقم كذا صورة كذا، ده مش النقاش. بيخلي ده كله يقول لك والله انتوا دعمكم بيجوكم من وين، انتوا ما بعد ده ما الموضوع، هو ده ما المانع، ما بدينا دعم، لكن ده ما الموضوع أصلا. يبقى عجزت كل الأحزاب اللافة دي كلها، عجزت إنها تناقش المنهج ده، لأنه ده منهج ربنا سبحانه وتعالى. قال الطلوع على الحاكم تقوله ما كويس، هذا ما ديننا، ما خجلانين منه. وهسه أديك هسه كلام، هسه الطلوع على الحاكم ده والمظاهرات اليوم دي، أنت كزول دار تكون منصف، تعال وريني جابت خير شنو؟ في خير يا إخواننا؟ لا دقيقة، في خير؟ ما في خير. انتوا الطلوع على الكنيسة عندكم ردة، الكنيسة الصغيرة دي خلي الحاكم. عسى انت تقدر تخرج على الكنيسة؟ ما بتقدر، لأنه بيتهموك بتهمة الهرطقة اللي اتهموها الثورة بتاعت مارتن لوثر والجماعة العلمانيين دي. قالوا ده اللي اتهرطقوا، يعني ارتدوا كفروا يعني. ليه؟ لأنه بس اعترضوا على الكنيسة. فانت يا أخي ما تكل بمكيالين وشغلتك متناقضة. طيب في حاجة ثانية يا شباب؟ فرصة مفتوحة.